من جديد إطلاق نار في الولايات المتحدة وسقوط جرحى، هذه المرة في مناسبة مدرسية. أصيب شخصان، فتى في 16 من عمره وامرأة في 40، عندما وقع تبادل لإطلاق النار بعد حفل تخرج مدرسي في كينت وود في ولاية ميشيغان. ووقع تبادل إطلاق النار خارج ملعب مدرسة إيست كينت وود الثانوية في جراند رابيدرز، حيث أقيم حفل التخرج الذي حضره نحو 60 طالبا مع أهلهم وأصدقائهم. ووفق الشرطة، وقع إطلاق النار في حوالي 7:20 مساء الخميس. وقالت ميشيل لاجو يونغ عمدة مقاطعة كينغ إن أشخاصا في سيارتين تبادلوا إطلاق النار، وأصابت طلقات فتى في رسغه في حين تلقت سيدة طلقتين. وأضافت يونغ أن المصابين في حالة مستقرة في المستشفى. ومن جهتها قالت السلطات إن المشتبه فيهم فروا من مكان الحادث، حيث أصدرت المدرسة بيانا قالت فيه إن إطلاق النار حادث منعزل، وأن العائلات تمكنت من مغادرة المدرسة بعد الحادثة بدون مشاكل.